من 2019 لحد دلوقتي في قرى كتير جدا الحقيقة تدخلت فيها حياة كريمة، وشفنا فيها جهود كبيرة جدا من العمل المستمر في كل الجهات الحقيقة. تعاون وتكاتف لكل جهود الدولة من وزارات، هيئات، مؤسسات، مجتمع مدني عشان نوصل للإنجاز اللي بنشوفه دلوقتي، والحقيقة لمسناه امبارح أيضا أثناء تفقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى المبادرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن معدلات التنفيذ اللي شهدت قرى الريف المصري تغير ملموس فيها من الدكتورة ندى عبد الله عضو غرفة العمليات المركزية لحياة كريمة. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اسمحي في البداية طبعا يعني أحيي حضرتك وكل العاملين في هذه المبادرة، يمكن مجهود كبير جدا. طول الوقت الناس كانت بتعاني من فكرة انه بنتكلم عن مشروعات كتير بنتكلم عن جهود كتير جدا، بس ما بتبقاش الناس مش لمساها على ارض الواقع. بالزبط. اللي حاصل دلوقتي مختلف، كلها حاجات بتمس المواطن بشكل مباشر وبشكل خلينا نقول شخصي، يعني بيحس بيها في وقتها، وبتبقى الحقيقة جهود يعني وقتية. لو هنتكلم تحديدا على الحصص اللي تفقدها سيادة الرئيس امس، خلينا نوضح للسادة المشاهدين كانت ازاي او كانت ايه بقت ايه، كان ايه اللي بينقصها، او كانوا مواطنين قرية الحصص كانوا بيعانوا من ايه، ودلوقتي ايه اللي حصل فيها؟ تمام. هي قرية الحصص ديت تابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية. محافظة الدقهلية كانت المرحلة الأولى لحياة كريمة كانت ماسكة مركز شربين ب 26 قرية تابعين ليه، منهم مركز الحصص. اللي بيميز مركز الحصص بشكل كبير ان جميع المشروعات الخاصه بحياه كريمه تم تنفيذها فيه. مركز شربين اللي دخله مرحله اولى حياه كريمه ان هو كان بيعاني من انعدام تام لجميع الخدمات اللي المفروض تقدم للمواطنين عشان توفر لهم حياه كريمه. انعدام تام؟ انعدام يعني تكاد تكون غير موجوده، مفيش شبكات ميه، مفيش حاجات بتقدم بالظبط. يعني وحدات تقدم خدمات حكوميه، غاز طبيعي، اتصالات، المدارس ما كانتش يعني بالمستوى المطلوب. لما دخل مركز شربين بالقرى التابعه ليه اللي منهم مركز قريه الحصص، تم تنفيذ العديد من المشروعات فيها، توصيل شبكات ميه، توصيل شبكات غاز طبيعي، توصيل انترنت وشبكات محمول. دلوقتي تم انشاء مجمعات للخدمات الحكوميه بتضم العديد من الخدمات الحكوميه زي السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد وغيرها من الخدمات اللي ممكن نقدمها للمواطنين في القرى المختلفه. ده عظيم جدا. القريه شكلها اتغير، وانت بتتكلمي قلت ان في مشروعات غاز طبيعي، والكل عارف ان احنا نوصل غاز طبيعي للبيوت حاجه صعبه، خاصه في القرى، لانه ما بيكونش فيه تخطيط جيد. فالموضوع ما بيكونش بالسهل ان احنا نوصل غاز طبيعي لكل القريه بهذا الشكل. كل الوزارات كانت بتشتغل من خلال قاعده بيانات موجوده عندكم. ازاي كان بيتم التنسيق؟ هي حياة كريمة عندها قطاع كبير، قطاع تنفيذي ميداني كبير في جميع المحافظات. عندنا عناصر رصد ميداني في كل محافظة. لو هنتكلم بالتخصيص على محافظة الدقهلية، في فريق رصد ميداني بيتم النزول للقرى المختلفة والمراكز، بيرصدوا احتياجات المواطنين. القرية ديت محتاجة مثلا شبكات مية، محتاجة غاز، المواطنين ينقصهم مثلا خدمات تعليمية، مراكز رياضية، وحدات صحية أو وحدات طب أسرة. الحاجات دي كلها بيتم رصدها وبيتم رفعها مرة تانية للإدارة المركزية الخاصة بحياة كريمة. دي عندكم بقى؟ بالظبط. بناء على المعلومات اللي تم جمعها دي بيتم التخطيط. يعني اللي بيميز حياة كريمة عن أي مشروع تاني إن هي بتبدأ من المواطن وبتنتهي ليه. يعني إحنا بنبتدي من الأرض، بندرس الناس، بنشوف احتياجاتهم، بنشوف إيه اللي ناقصهم، الأرض ناقصها إيه، الخدمات اللي ناقصاهم، وبناء على ده بيتم التخطيط والتعاون مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة لتنفيذ الخدمات وتوصيلها للمواطنين بالشكل المطلوب. طيب ايه المراكز اللي حياه كريمه شغاله عليها في محافظه الدقهليه؟ واحنا اتكلم دلوقتي على مركز شربين، ايه المراكز الاخرى؟ هي حياه كريمه من اول ما بدات كانت متقسمه مراحل في جميع المحافظات. يعني الاول استهدفنا في المرحله الاولى في جميع المحافظات من 50 ل 70% نسب فقر. صحيح.
فبالنسبة للدقهلية لو هنتكلم بالتحديد، كانت المرحلة الأولى شاملة بالضبط مركز شربين بال 26 قرية والنجوع اللي تابعين ليهم. يعني لسه احنا يعني بصدد انتهاء المرحلة الأولى في الفترة اللي جاية بالنسبة لحياة كريمة بشكل عام. يعني في خلال مثلا الشهور القادمة هنبدأ في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية في محافظة الدقهلية هتتضمن 7 مراكز زي السنبلوين وأجا والميت غمر والمنصورة، يعني في دول أبرزهم هيتموا على مرحلتين. حاليا في صدد التمهيد للمرحلة الثانية لحياة كريمة بيتم معاينة وتخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع المختلفة زي المية والكهرباء والحاجات دي، بس لسه ما بدأناش فيها، بس حاليا بيتم التخطيط والتنفيذ والمعاينة. وانس بس ان احنا ناخد إشارة البدء هيتم التنفيذ على طول. عظيم جدا. حاجة من ضمن الحاجات او مشكلة من ضمن المشاكل اللي بيعاني منها الريف المصري كله هي مشكلة الصرف الصحي. عايز اتكلم عن وضع قرية الحص تحديدا في الصرف الصحي، كانت عاملة ازاي؟ هو زي ما قلت لحضرتك المرحلة، يعني هي كانت ضمن خطة المرحلة الاولى، فالقرى اللي كانت داخلة في المرحلة الاولى كانت يعني مش عايز اقول لحضرتك ما كانش فيها صرف صحي. هي بالظبط فتم يعني تم هيكله الموضوع دوت بشكل كبير جدا. تم انشاء شبكات كبيره للصرف الصحي وشبكات للميه، تم توسيع محطات الميه اللي موجوده وانشاء شبكات جديده، فده كله عمل احلال للبنيه التحتيه بشكل كبير. برضو كانت في معاناة بتتم بشكل كبير بسبب ان الترع والحاجات ديت ما كانتش بالشكل المطلوب، فكان بيتم هدر كبير للميه، في امراض ناتجه عن الميه الملوثه والحاجات دي، فتم عمل تبطين للترع والحاجات ديت. فتبطين الترع مع الصرف الصحي مع توسيع شبكات الميه ده كله كان بيتم بشكل متوازي بحيث يتم توفير بنيه تحتيه كويسه لقريه الحصن. طيب واحنا بنتكلم عن ملفات خلينا نقول حيويه، بمعنى الصرف الصحي، ملف الميه، المراكز الصحيه، كل دي شهدت تطوير كبير جدا. لكن ممكن حد يجي يسال طب ليه بقى نتجه للجانب الثقافي والرياضي؟ ليه حياه كريمه كانت مهتمه جدا بهذا الجانب ولم تهتم فقط، يعني ممكن نقول مثلا لا هنهتم في الاول بس بالحاجات البنيه التحتيه الضروريه، ليه كمان اهتميتوا بالجانب الثقافي والرياضي بالتوازي مع الملفات الاخرى؟ تمام. حياه كريمه بتشتغل بشكل رئيسي على بوفر حياة كريمة للمواطن، وفي نفس الوقت أنا هدفي أن أنا أبني الإنسان. حياة كريمة في الأصل فكرة بدأت من الشباب، فكان الشباب برضو فئة من الفئات المهمة اللي حياة كريمة بتركز عليها، فكان أن هي تبتدي تنشئ وتطور مراكز الشباب القائمة، ده كان أحد الأولويات اللي بتشتغل عليها حياة كريمة. هدف مراكز الشباب ان هي تطلع شباب ونشء يعني مبني جسمانيا وثقافيا ومعرفيا بشكل كبير، خصوصا بعد ما يعني الدوله عانت من فتره كبيره من التطرف، وكانت مراكز الشباب ديت شبه مهجوره او اوكار لتصدير افكار غير مرغوبه فيها او هدامه للدوله. فدلوقتي مراكز الشباب بقت بتهتم بشكل كبير ان هي تبني الشباب جسمانيا، بتركز كمان على ان هي يعني زي بمثابه عمليه تفريغ للطاقات الشبابيه، وان هي تطلع نماذج رياضيه عالميه، يعني زي ما احنا دلوقتي شايفين محمد صلاح كانت بدايته من مركز شباب، فاحنا الهدف بتاعنا الفتره الجايه ان احنا نطلع نشء كامل زي ما شفنا نماذج كويسه طلعت برضو او كانت بدايتها من مركز شباب. طيب عايز اعرف ايه دوركم في غرفة العمليات المركزية لحياة كريمة؟ هل في وسيلة اتصال ما مع الجمهور مع الناس مباشرة، ولا انتوا بتعتمدوا على الطلبات والمقترحات اللي بتقدم من شباب المؤسسة اللي بينزلوا على أرض الواقع ويدوكوا الفيدباك؟ احنا عندنا جميع وسائل الاتصالات اللي حضرتك ممكن تتخيلها. يعني لو مثلا لو على ارض الواقع زي ما قلت لحضرتك في البداية عندنا شبكة او فريق كامل للرصد الميداني بيدعموا فريق كامل من المتطوعين، وصل دلوقتي ل 36,000 متطوع، زادوا الفترة الأخيرة بعد ما حضرتك أكيد عارف الندوات التوعوية اللي بتحصل في الجامعات والحاجات دي، الطلبة كانوا بيجوا بعد الندوات إحنا عايزين نتطوع في حياة كريمة،
كنا يعني كنا بنطلع من الندوة معنا ما لا يقل عن 300 واحد ماضي استمارة عايز يتطوع في حياة كريمة. فاحنا معنا شبكة كبيرة من المتطوعين بالإضافة لشبكة كبيرة من الرصد الميداني، دول كلهم بيخدموا على حياة كريمة. بيعملوا إيه؟ بينزلوا للأرض، بيرصدوا احتياجات المواطنين في بعض الحالات العاجلة. يعني أكيد حضرتك عرفت حاجات كتيرة، حالات عاجلة تدخلت فيها حياة كريمة بشكل مباشر. صحيح. في ناس كتيرة كان بالنسبة لهم مثلا ناس بيتها وقع، تعرضوا لمنازل مثلا تعرضت لحريق كده، ده كله بيتم التدخل فيه في إطار مبادرة اللي كانت في أسوان السنة بالزبط. يعني كمان مبادرة سكن كريم بتوفر برضو لو في أي حد السكن بتاعه وقع، اتحرق، البنية بتاعته مش يعني مش فقيرة سليمة للغاية، بيتم التدخل بشكل عاجل في الحاجات ديت. بالإضافة برضو في الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفي صفحة الفيسبوك حياة كريمة بالعربي. أي حاجة بيتم يعني أي حد بيبعت أي مسج بيتم الحاجات ديت كلها بيتم رصدها وبتدخل جدول بيانات وبيتم الرد عليها وتصنيفها العاجل يعني حسب الأولوية بتاعتها. الحاجات العاجلة بيتم التدخل بشكل سريع سواء حالات صحية أو حالات مثلا اللي هي تعرضت مثلا لانهيار منزل أو كده زي سيول أسوان والحاجات دي، فبيتم التدخل بشكل عاجل. طيب نسب التنفيذ يا فندم في مختلف القطاعات بقى اللي انتوا تدخلتوا فيها، لو هتكلم عن ملف الميه، المراكز الصحيه، الصرف الصحي وما الى ذلك، نسب التنفيذ وصلت لحد كام تقريبا دلوقتي؟ طيب هي نسب التنفيذ انا مش عايزه اقول لحضرتك ارقام كده، بس انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا شايفين على الواقع حاجه ملموسه. يعني انا ممكن اقول لحضرتك ان انا نفذت 100% من الخطه بتاعتي، بس 100% دي ما بتلمسش احتياجات المواطن او المواطن مش شايف منها حاجه. الميزه في حياه كريمه ان المواطن شايف، يعني ما بقاش في فجوه ما بين ان انا بقول ان انا نفذت او ان الاعلام بيتكلم عليه او بعمل مشروعات مش محتاجينها اصلا. بالظبط كده. فالمواطن دلوقتي بقى حاسس بالمدارس اللي موجوده، بقى حاسس بالوحدات الصحيه والقوافل الطبيه اللي بتنزل بشكل دوري تقريبا كل شهر، بتبقى بتقدم خدمات مجانيه، حاسس بتطوير البنيه التحتيه، بالغاز اللي دخل البيوت، بسكن كريم يعني اللي خدم نسبه كبيره من البيوت اللي كانت منهاره او البنيه التحتيه بتاعتها مش متظبطه. الانترنت والاتصالات والحاجات ديت كلها واللي بتتسق مع تحول الدولة ناحية يعني للتحول الرقمي وكده، فالمواطن بدأ يحس بالإنجازات ديت على أرض الواقع. بالنسبة للمرحلة الأولى احنا وصلنا لنسبة تنفيذ عالية جدا بصدد الانتهاء فيها يعني منها في خلال الفترة اللي جاية، وهنبدأ على طول بعدها في المرحلة الثانية. ده عظيم جدا. دكتور ندى، احنا في 2022 ده عام منظمات المجتمع المدني، وهنا عايزين نتكلم عن دورهم في مبادره حياه كريمه. كنا لسه حتى بنتكلم مع الاستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. بالظبط. وقد ايه دور منظمات المجتمع المدني مهم جدا في مسانده الدوله في هذه المشروعات وفي هذا التوقيت. ده حقيقي. هي حياه كريمه ما كانتش قايمه بوحدها بالمشاريع والحاجات ديت، كان في تحالف كبير من المنظمات المختلفه، في قوافل كتير و مبادرات كتير بتتم، ما بيكونش حياة كريمة هي الأساس فيها، لا بيكون في دعم من كافة المنظمات لكن ليها دور في قاعة البيانات. لأن أنا سألته، هو كان ضيفنا امبارح صباح الخير يا مصر، وأنا سألته قلت له أنتوا على أي أساس بتختاروا المكان اللي هتعملوا فيه مبادرة؟ قال لي على قاعدة بيانات حياة كريمة. بالظبط. ما هو ده ميزة الفريق الرصد الميداني، إن هو موفر قاعدة بيانات يعني أي منظمة مجتمع مدني يعني بتيجي توفر، فبتضطر ترجع لحياة كريمة علشان تخدم على المشروع أو المبادرة اللي بيتم إطلاقها. بس التوفير يعني قاعدة بيانات دي صعبة قوي، خاصة إنه حياة كريمة مشروع قومي، احنا بنتكلم بيتعامل مع كل المحافظات بقراها بتوابعها، يعني موضوع كبير جدا. هل قاعدة البيانات كانت معتمدة فقط على الوجود الميداني أو نزول الشباب المتطوعين لهذه المحافظات والقرى والمراكز؟ هو اكيد كان في دعم من الوزارات والهيئات المختلفه في الحصول على البيانات المطلوبه، بس فريق الرصد الميداني يعني انا عايزه اقول لحضرتك احنا بنشتغل 24 ساعه طبعا، ربنا يعني يعني الشفتات بتسلم بعضها على طول، فطبيعي ان قاعده البيانات تكون بالحجم المطلوب،
وبالشكل اللي بيخلي اي منظمه مجتمع مدني تاني او اي جهه تقدر ترجع لقاعده بيانات حياه كريمه علشان تاخد الداتا. في كمان لما بتوصل حاله عاجله او كده، يعني اللي بيميز حياه كريمه ان احنا في اقل من 48 ساعه بنكون عملنا الكشف الميداني، بنكون تواصلنا مع الجهه المعنيه، نعرف نعمل بحث اجتماعي عن الحاله. التواصل معاكم بقى من خلال الفيسبوك او من خلال مواقع التواصل؟ من خلال الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحه حياه كريمه بالعربي، في موقع حياه كريمه، في فرق الرصد الميداني في جميع المحافظات، والمتطوعين دول بيبقوا منتشرين في كل المحافظه بمراكزها، بالقرى، بالنجوع يعني. وفي دلوقتي كل محافظه ليها مكتب خاص بحياه كريمه. فدي برضو من في النقطه دي بقى، يعني كنت لسه هكلمك عنها، كنت عايز اركز على مجهود الشباب او منسقي حياه كريمه في المحافظات. صباح الخير يا مصر، لف محافظات مصر كلها عشان يرصد انجازات حياه كريمه، وانا كنت موجود يمكن في اسوان، وكنت موجود كمان في الشوبك في شبين القناطر، وشفت قد ايه الشباب بيتعامل مع الناس، بيتعامل مع الوحده المحليه الخاصه بالقريه، بيتعامل مع المنفذين على ارض الواقع في المشروعات. وعايزين بس نركز على نقطه، ان هم مش فقط رصدوا الموضوع وراحوا قعدوا في المكاتب، لا، وقت التنفيذ هم موجودين. بالظبط، ما هو العمليه بس غير قاصره على اني انا برصد وبطلع الحاله ان حد ينفذها او ان هي يتم تنفيذها، لا، بيتم برضو الوجود اثناء التنفيذ والرقابه على التنفيذ وقياس الاثر برضو بعد التنفيذ. فالشباب موجودين في كل المراحل. قياس الاثر بالظبط، يعني على الناس بالظبط، بنشوف الناس راضيين عن ايه، ناقصهم ايه. يعني دلوقتي انا بقول لحضرتك احنا بصدد خلال الفتره الجايه ان احنا هنبدا في المرحله الثانيه من دلوقتي، من قبل ما ننتهي من المرحله الاولى. بيتم عمل حوارات مجتمعيه، بنسال الناس انتم محتاجين ايه، ناقصكم ايه، ايه رايكم في المشروع الفلاني، طب كان المفروض يتحسن ازاي، طب يعني نضيف ايه المره الجايه. فالحاجات ديت كلها يعني زي ما قلت لحضرتك في الاول، حياه كريمه بتبدا من المواطن وبتنتهي ليه، فهي ديت يعني ميزه حياه كريمه واللي بتضمن الاستدامه للمشاريع والمبادرات اللي بتقدمها. طب في النقطه دي بقى تحديدا، ردود الافعال من اول مره خالص نزلتوا، اول الرصد الميداني ما نزل، لغايه ما بالفعل المواطنين ابتدوا يستفيدوا من مبادرات حياه كريمه، اول ما نزلتوا هل الناس كانت بتبص لكم او بتنظر ليكم نظره انه ما احنا شفنا هنا ناس كتير قبل كده قالوا هيعملوا ده حقيقي؟ لا، وشباب صغير كمان يعني بالزبط. قبل كده كانوا مسؤولين، مثلا حد من الوحده المحليه بيقول لهم احنا هنعمل، او المحافظ بيقول لهم احنا هنعمل، ولفترات ما كانش بيحصل، انما دلوقتي شايفين شباب كمان، فراجل استغراب اكبر. بالظبط، يعني وبرضه خلينا يعني هضيف للي حضرتك قلتيه، ان كان في جزء من عدم الثقه، ان يعني ما احنا سمعنا كتير، ما احنا قلنا كتير في بدايه حياه كريمه نفسها، اللي هو كان في بعض الناس اللي هو ايه، هي فين حياه كريمه دي، طب هي ما وصلتلناش ليه، طب هي هتجيلنا امتى. دلوقتي بقى لما بننزل اللي هي لا، في اثر، طب ممكن تضيفوا لنا كذا، طيب ممكن، يعني نبره الكلام ونبره الطلب نفسها اتغيرت. مش معنى الشارع ده والشارع بتاعنا لا بالظبط، طب احنا محتاجين هنا، طب هنيجي. اول ما يعني الناس نفسها الثقه بدات تزيد من الانجازات اللي هم بيشوفوها على الارض، وفي نفس الوقت ان في يعني طلبات وحالات عاجله بيتم الاستجابه ليها بشكل فوري. فده زرع درجه كبيره من الثقه ما بين المواطنين وما بين حياه كريمه. اي حاجه تحتاجوها من حياه كريمه، فرق الرصد موجوده دلوقتي بالزبط. بالنسبه للناس اللي حياه كريمه شغاله عندها، سواء في نهايه المرحله الاولى او بتبدا المرحله الثانيه، اي حاجه تحتاجوها عندكم فرق الرصد، عندكم مكاتب حياه كريمه، عندكم المنسقين، وعندكم غرفه العمليات، صفحه حياه كريمه بالعربي على الفيسبوك، مظبوط؟ يتواصلوا معاكم بشكل مباشر وتتعاملوا على طول مع الحاله. بالظبط، بيتم الرد بشكل مباشر وشكل فوري. طبعا بنشكر حضرتك، طبعا شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. دكتوره ندى عبد الله، عضو غرفه العمليات المركزيه لحياه كريمه، شكرا جزيلا ليك. ميرسي لحضرتك، شكرا.